متفق عيال هذا الهيي إن هقاميها جوبلان أحمد محمد سلانو وبريري دونو مدحوين حسن شيخ وقادي دونو جد إس دور شعه كلان كيو قدن بيئة قولاه وضا تشريع قران إيه كد عاي مقالة مقدشو بيش إميه ساند كان أيالو قاري وايي وح قرش دور شعه مدح دمان مولا دقار وحالة قسو حيكتي إن إيه لأي يابين فرو عدلان تمدحوين حسن شيخ تحسين إيه كيني كرتو إنو قفل باتشادو مدحوين حسن شيخ واجهين وايي مامولا دا وحانا لو بدين ايا إنو سن مركي هرابا لحين وح سياسة دا أو قارة أو مامولا دا كسابسن دامعي سوووينا إنو وها إنو سو كرسهلو أحمد مدوبي وحو ماان تلالي قطب كي تدوباتاناد إي دستور كا مامولكا كاس أو حد داي إنتا جير إي هالقف لو دوران كارو هقوان كا مامولكا جوبلان لابد جير أيو مركي هراءها قطبكو حدي سيداسي لور راعانا أحمد مدوبي مركا لمن نغون كارو هقاميها مامولكا جوبلان قولها وكيلة دا إي مامولكا جوبلان إي وقت وو كادا ماداي أيا مدحيلات كا مامولكا كاردقاي شان سنو حالكي ومركي هوركا أها أفر سنو حالكي لالين قبي هامبا قدبكي حدي دايي إنتا جير إي هالقف لو دوران كارو هقانك مامولكا جوبلان وحانا لغا ديجي ميدان حدي دنين وبرلمان عن شرعيات هيسن أو شرعيات بحناية تاني مركي ديب لو دورتي مدحوين حسن شيخ محمود دستورك دالكا أيا نقضي ميدا يعدو البكوتو ماتو هدو يهي متك هيركا فدرال يهي متك مامولا دا مدحوين حسننا وحا اللومييي جهينتي سياسة دا قدها دالكا تلابادة أحمد مدوبي ومانتا كوبا دالي دستورك جوبلان وحا كوحيقا سدا إلا ورادية مهيما نوحاقي جيان لسمها قدقا دورشا دا مامولك جوبلان أو لفلايين لسمايو انتا لغو جرو بشان جولاي كدبنا قرشا أحمد مدوبي وأينو قبصدا دورشا وكسو لابنايو برتمها بشا سوء داني أغسط برتمه بشي مي إرساند كان وحان دين شاقني إنو حسن شيخ لحد بلود سوء دان قلي دونو جهو ورير سياسة داد مامولا دونا أي سكوتاشي آدي دونان إسناو صاحبة بدن لومين دونو بيش عالم كنا أي جهو ورير كلاكول مدونتو أريمها الصوماليا حال كنا وقودن بين نقون دونو إن مدحوين حسن شيخ لغو قصبو إنو واقع وصول لابتو جهد أمانتا أحمد مدوب أدقاقي أيا دارين قلينيسا مامولا دا كلا يدالكا وحانا لا أمسان يهي إنو لفتا قرين نقون دونو قفك اللباد إيه كو دقاقا اسكو تشي دورشو وده هدلا المالينا أيا شلي مغالا دا أنكرا إيه ودنك تركيو كو دحمري لبدا ودني سوماليا إيه توبيا حيساد لبدا مودن أيا سالكا كو هيسا إيسا فقرات كاي مغالا دا عدي سابا كو غارين كو دي بشي جانا يساند كان وقاميها مامولك السومالي لان موسى بيحي عبدي إيا رئيس الوزراء إيتوبيا أبي أحمد وفدي للسوماليا أو لحقف غاراي وحاو قسرهي وزير كاريمها ديبادة السوماليا دانجير أحمد معالين فقي حالكا ووفدي إيتوبيا نو قسرهي وزير كاريمها ديبادة ودنك إيتوبيا تايا عدك السلازي شروط ديكو وادي السوماليا أيا لاغبالي وحايد إنان لبادة ودن وفدي قودو توسي صغر فريسان تاسو كدكتي إن تركيغو لبادة دينا وكالة تبغادو إيتوبيا وحي ودتي رور شردي لكن جواب تدينا في الصوماليا أيا يدن أمو غتي مد أبابولن إيادو سيقار الله أماني قامد وزير كاريمة هدي بدا أحمد معلم فيقي وكاقاتي قاركا مدى غضا بدا فيقي أيا عينتي وسنتين تركيغا وحاو سيمري مصر تاسو هيد فرينكالي إيتوبيا وحي دلبتي إن وده هذا الكلاغا باللابو حالكي وجوغي شركي هوري نيروبي كاس أو ورر ديبكا صوبحي أي شاقين إن إيتوبيانكو أي عرب لالادس كهلين قار كميدا حبنيه كالسعودي سوماليا لكن لنا على سوماليا أي شال الديدي إن وده هذا الكي هوري لغو دباقة بتميدكان وحي إيتوبيانكا الويري إذن كاد دلبدي وده هذا الكان عصب حديات كي هور ربتاننا إساقا أي أدوجي اللابات كدلبان لهيدن وحانا أبو دنبين لإسلاقا تي إنو واد هادل كانين نغضو مد عصب أو لالالو وحي لوغا هادلي شركي نيروبي إيتوبيا وحي كالو دلبتي إن واد هادل كالوغو صدرو لبدا ودني كينيا إيا جبوتي
oo door ku lahaa wadahadalkii hore ee Nairobi. Sababta waxay ku sheegeen inay door xoogan ku leeyihiin biyaha gobolka. Soomaaliya waxay qodobkaasi kaga jawaabtay in sidoo kalena wadahadalka lagu soo daro wadamada Eritrea, Yemen iyo Masar oo iyaguna muhiim u ah qadiyadaha biyaha gobolka, taasoo culays ku ah dhanka Itoobiya. Shalay waxay kaloo Itoobiyaan ku dalbadeen in aan dooda lagu soo darin sharciga qaramada midoobay ee badaha ee loo yaqaano UNCLOS, laakiin waxaana loo xaqiijiyey in dhinaca Soomaaliya ay ku adkaysteen in aan laga boodi karin sharcigaas ka oo haddii dooda sal looga dhigo meel cidlaa soo istaajinaya Itoobiyaanka. Wafdigii ka socday dhinaca Soomaaliya waxa ay dalbadeen in aanay wadahadalladu toos noqon ilaa ay Itoobiya ka laabanayso is-afgaradka, waxaana laga aqbalay. Waxaana ay Turkiya uu kasii shaqaynayaan in qodobadan iyo kuwa hoose oo aan la soo dusinba in mid walba qolo laga soo fujiyo, waxaana mar kale laysugu soo laaban doonaa wadahadalka horaanta bisha Sebtembar ee sanadkan labada wadanna waa aqbaleen middaas. Turkigu xukuumadda Soomaaliland ayaa sheegtay in dowladda federaalku ay qorsheynayso in dekedo qaybo ka mid ah Soomaaliya ku yaala ee Soomaaliland ee Itoobiya ay doonayso inay siiso. Wasiirka arrimaha gudaha maamulka Soomaaliland Maxamed Kaayn Axmed oo warbaahinta La Allah ayaa sheegay in arrimaha siyaasadda la isku hayo marka laga soo tago in madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu doonayo in qaybo ka mid ah dekedaha ku yaala dalka sida Hobi uu doonayo in Itoobiya uu ka kiristo isla markaana uu siiyo taa beddelkeena Soomaaliland uu diidan yahay in dekedeeda ay ka ijaarto Itoobiya. Soomaaliya lix ama toddoba heshiis ayaynu wada galay. Xasan Sheekh maanta madaxweynaha xilligii hore madaxweynaha ahaa Axmed Maxamed Siilaayo madaxweynaha labadaasaa wada saxeexay. Asagoo xasanna madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Axmed Siilaayana uu ku saxeexay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland. Maxaa isbedelay? Waxa isbedelay Itoobiya inuu heshiis yar wada galay, ayagana toddoba inuu wada galay. Maxaa diidaya marka inaynu Itoobiya wada galno? Maxaa diidaya inaynu Kenya wada galno? Inaynu toban dowladood oo kale heshiiska la galno? Keliya geeskan Afrika ee aynu ka midka nahay dowladaha intan Egypt la yidhaahdo, ilaa iyo 78 base baa ka karaysan oo la leeyahay. Maxaa ka Soomaaliland gooni u calaamadiyey saddex bays baa dowladda Soomaaliya imika ayaa yaalla. Saddex bays ayaa hadda Soomaaliya leedahay. Hadda wuxuu leeyahay afar meelood baan anugu siinayaa kaa Soomaaliland yaray qaadana. Oo maxaa kan maxaa laga wariyey? Sida la ogaada ma hadde wuxuu leeyahay Hobyaan siinayaa, wuxuu leeyahay Kismaayaan siinayaa, wuxuu leeyahay Meelelaaya siinayaa, waxba kale ma aha. Waxa kaliya laynaga horjeedaa inaynu dowlad jirta inaynu noqonno. Waxaynu inagu doonaynaa inaynu laba dowladood oo walaala ah oo Soomaaliyeed oo xidhiir wanaagsan leh oo kala ganacsada oo nabadgelyada isweydaarsada inaynu wada noqonno oo xidhiidhada adduunku wada leeyahayba aynu wada yeelanno. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dhowaan isagu hadlayay waxa uu sheegay in been abuur ay tahay in dowladdu ay doonayso in dekedo ay ka iibiso amba ka ijaarto Itoobiya. Taa beddelkeeda Soomaaliland ayaa dhowr jeer oo ay ku celcelisay in Soomaaliya amba dowladda federaalkuba ay doonayso in Itoobiya iyadu ay dekedo ka ijaarto. Wiilkaygiiyow hee isoo tiri isbitaalada magaalada ku yaala Soomaali Sudanees kow bes. Allahu akbar, war meeqa tabeelan laamiyada ku arkay? Aba matayaad rabtaa mise tabeele? Tayo alayle haba u labayn Soomaali Sudanees. Soomaali Sudanees Hospital SSH Premier Wallet baahi taraha bulshada ku bixi biilka ku dukaamayso ku iibso ama kaga iibso. Premier Wallet adeega adeega.